أكدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة نما للارتقاء بالمرأة أن مصر دوما حاضرة بتأثيرها الإيجابي وبثقافتها وتجربتها الحضارية والتنموية العريقة في الذاكرة العربية. جاء ذلك خلال ملتقى نظمته مؤسسة نما في القاهرة بعنوان الشارقة ترحب بكم بمشاركة 7 مؤسسات من الشارقة وأكثر من 70 مسؤولة وسيدة أعمال من مصر. واستعرض الملتقى استراتيجيات العمل والخطط المستقبلية وإنجازات المؤسسات المشاركة من الشارقة وهي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وجمعية أصدقاء مرضى السرطان الإماراتية ومؤسسة القلب الكبير ومجلس سيدات أعمال الشارقة وكذلك فرص التعاون والعمل المشترك مع نظيرتها المصرية.